موضوع البحث هو تطبيق استراتيجية الصفوف المقلوبة قصد تطوير تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة. احنا لاحظنا في المدرسة انه التحصيل الاكاديمي لدى المتعلمين يعني بين جيد وممتاز، لكن كان فيه مشكلة انه الطلبة ما عندهم مشاركة وما عندهم تفاعل صفي في المدرسة. فجت فكرة اننا نجرب يعني كذا استراتيجية، وكانت من ضمنهم استراتيجية الصفوف المقلوبة. هاي الاستراتيجية تعتمد أساسا على أنه الطالب يصير من متعلم أو من متلقي إلى باحث، يعني المعلم باحث وبدوره الطالب بيصير باحث.